مالو بتعرفين بتعرفين اي 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 اسمعكي معيدن بدك تحطين بس اللي هامله ميني مارو يلا تشوفي يلا يلا ايه معدن معدن ما ما غير مصدفي ايه هيدا بتحطيه بالسله ممنوع تطلعين معك على الطياره لا وليه بقى لانه بشكل خطر على الركاب مش قال هيدا بده يشكل خطر على الركاب هيدا هالقد شكله ايه ايه يا عيني ايه ايه حطيها يلا انا كيف مصدفيره كيف تليون ايش بتعمل يلا انا معك يلا 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 انا دايما اللي بيوقع تحت ايديكم يلا تسلي بعده اهلا اهلا طلعين صدق مين فيك يا ولو ولو ايه الشاشة من المعروف اسمحنا بالدبوس يا عشري ايه ما كله دبوس قد النتفة يا عيني ايه كله قد النتفة هيدا اذا شكيت لك شو راكب بعينه بتعمي هيدا الدبوس ممنوع تطلع معك على الطيارة هي بشكل خطر يلا تيسر يا بيك العافية يلا 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 يا استاذ ايه من المعروف اسمعك معيدن بدك تحطهم بس اللي هاوي الله يكون معك تروح وترجع بالسلامة يا هيك ركاب يا بلع